عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلب جيجي؟ النهاردة ان شاء الله جايبه لكم وصفة جميلة جدا لتكبير المؤخرة، مكون بسيط جدا اللي احنا هنستعمله معانا النهاردة ورائع جدا ونتيجته فعالة. يلا بينا نقول ايه المكون اللي انا هستخدمه النهاردة لتكبير المؤخرة. خليكم مع جيجي وهتروحوا بقى. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. أول حاجة هحتاجها ودي أساسية في الوصفة بتاعتنا إن شاء الله، هنحتاج معلقتين من كريم نيفيا. كريم نيفيا رائع جدا جدا يا بنات، وهقولك ازاي تستخدميه دلوقتي لتكبير المؤخرة وهتشوفي نتيجة ممتازة إن شاء الله. هنحتاج معلقتين فقط من كريم نيفيا. اما تاني مكون معايا النهاردة هحتاج معلقتين برضو من طحين القمح. طحين القمح لازم، طحين القمح ما ينفعش اي طحين تاني اللي هو الدقيق، بس دقيق قمح. عايزين معلقتين فقط من طحين القمح. اخر مكون بقى هحتاجه كبسولتين من فيتامين اي. يلا بينا هنعمل الوصفة ونقول طريقة استخدامها مهمة جدا عشان تديكي نتيجة ممتازة ان شاء الله. هنجيب الطبق بتاعنا وهبدأ اضيف معلقتين من طحين القمح بالشكل ده، وهبدأ اضيف معلقتين من كريم نيفيا زي ما قلنا بالشكل ده. انا ضفت كريم نيفيا، هبدأ بقى افتح الكبسولات الفيتامين اي، هنقصها بالمقص وهنعصرها على المكونات بتاعتنا. زي ما احنا شايفين عصرنا دلوقتي فيتامينات اي كبسولتين على الوصفة بتاعتنا دي. هنقلبها طبعا كويس جدا زي ما احنا شايفين كده علشان نمزج المكونات كلها مع بعض ويديني القوام الكريمي اللي انا هقولك تستخدميه ازاي دلوقتي. تقليب كده بالشكل ده، الوصفة معانا بقت جاهزة ان انا استخدمها. ده قوامها زي ما انتم شايفين. هنستخدمها ازاي؟ طريقة استخدامنا للوصفة سهلة جدا جدا. استخدمنا للوصفة سهل جدا جدا. كل اللي احنا هنعمله هنغسل المكان طبعا كويس جدا اللي احنا هنضيف عليه الوصفة بتاعتنا، وهناخد الكريم اللي احنا عملناه ده وهنبدأ نفرده على المكان بالشكل ده، وهتبدأي تدلكي كده اهو لحد ما يتشرب الجلد كله. هتستمري كده في الدعك لحد 5 دقايق او 10 دقايق، تدعكي وتفركي جامد بايديكي، هيديكي نتيجة ممتازة جدا جدا في تكبير المؤخرة. كل ما الجلد يتشرب هتجيبي تاني وتدهني برضو تاني. كرري الوصفة ديت يوميا مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل، هتفضلي تدعكي كده بحركات دائرية تفركي على مكان المؤخرة وهتشوفي نتيجة ممتازة جدا جدا. وهتسيب الكريم ده على المؤخرة لمدة ساعة وبعدين هنغسله. كل يوم كرريها مرتين، ان شاء الله بتدي نتائج كويسة جدا وهتشوفي نتائج ممتازة في تكبير المؤخرة. الوصفة دي ممتازة وهتعجبكم ان شاء الله. الكمية اللي هتتبقى منك هتجيب علبة صغننة وهتحطيها فيها وتعينيها. كل يوم استخدميها، لما الكمية تخلص استخدميها تاني، هتشوفي نتيجة ممتازة ان شاء الله. من تالت يوم هتشوفي نتيجة رائعة رائعة لتكبير المؤخرة. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم والوصفة تكون سهلة بالنسبة لكم. اذا عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروها لكل اصحابكم. لايكات كتير لجيجي، عايزين 5000 لايك لجيجي. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.